Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An bɛ Radio Samatigila fo ka bɔ New York, ka bɔ Ameriki. I komi san san an y'a kɛra cogo min, ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. An bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye purke Ala se ka an ɲa don tɛgɛ nɔgɔya cogo min na, ka ban ka dugawu kɛ ɲɛnama ye, ka ban ka dugawu kɛ safilɛ ye. Ne aluu kana koni na kana dɔw kɛ arafa lumina na silamaya ye ani radio samatigila ka Ameriki an bayi furawura o m'a sɔrɔ dɔwɛrɛ koson na o sɔrɔra badenya ani yɛrɛ kelenya le fɛ ani an bɛmaɲi na dɔw min kɛra ani o nɔfɛ. Fɛn fɛn aluu ko ko ni min fɔ duwawu kɔnɔ ni layi karamba ni da ma se o ma ni hakiri ma se o ra n'ale mun hɛrɛ ta sama ye k'o se ni ni aluu ma radio samatigila ma ka bɔ Ameriki mɔgɔ mɔgɔ n'o jɛmɛlen kɛra a ye dasi kelen min taara k'a bila kɔnɔ hali bi Ala y'a nafa di. Ala kana an si bɔnɔ arɔ. An bɛ dugawu kɛ an den Ala yira ɲa an ye silamaya kan an den Ala ye k'an gɔ ye silamaya kan an n'an furu ye Ala olu Ala y'an gɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛra furu kɛ Ala y'a furu sabati mɔgɔ minnu bɛra furu kɛ n'a ma den sɔrɔ Ala y'a den latigɛ a ma minnu yɛrɛ ma furu sɔrɔ Ala y'a furu latigɛ olu ma. An bɛna na sisan an bɛna na ka na an ɲa duwawu karan an bɛna na ka na duwawu min karan duwawu barakama le Ala y'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma i ka yamara jura k'an bila joona wele k'a fɔ an ye dɔ k'an fa kan nɔ fɔnɔ k'a sɔrɔ ka se an bɛna min kɛra arabu kan nɔ hali n'an ma se k'o biɲɛ kɔrɔ fɔ an bɛna ba ka dɔɔnin fɔ a rɔ. اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجئة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتعمة بأروقيا وبكلماتك النافذة فيهم وأقذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فضل فضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصرنا وذكرك بالليل والنهار على لساننا وعملا صالحا فارزقنا. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أهات به علمك وأصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظيم ما علمنا منها وما لم نعلم، وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل، أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منحمرة والشمس مشرقة والقمر مضيء والكواكب مستنيرة والبحار جارية والأشجار مثمرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد عدد فضلك، وصل على سيدنا وصلي على سيدنا محمد عدد جودك، وصلي على سيدنا محمد عدد سماواتك، وصلي على سيدنا محمد عدد أرضك، وصلي على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك، وصلي على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما، وصلي على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلا يوم القيامة، وصلي على سيدنا محمد عدد القطر وعدد قطر والمطر، وصلي على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهدك أنك أنت الله، وصلي على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك، وصلي على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك، وصلي على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه من خلقك، وصلي على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى، وصلي على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأسقالها، وصلي على سيدنا محمد عدد كل سنة ما تخلق فيها وما يموت فيها، وصلي على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم وصلي على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية وما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه، وصلي على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها، وصلي على سيدنا محمد عدد نجوم السماء، وصلي على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بهارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك، وصلي على سيدنا محمد عدد النبات والأصواء، وصلي على سيدنا محمد عدد النمل، وصلي على سيدنا محمد عدد المياه الأزبة، وصلي على سيدنا محمد عدد المياه الملحة، وصلي على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع كلكك، وصلي على سيدنا محمد عدد نقمتك وأذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله، وصلي على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة، وصلي على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة، وصلي على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار، وصلي على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه، وصلي على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك، وصلي على سيدنا محمد أبد الأبد آبدين، وأنزله المنزل المقرب عندك وعاته الوسيلة والفضيلة والشفاءة والدرجة الرفيئة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تكلف المئات
اللهم إنا نسألك بأنك مالك وسيدي ومولاي وثقتنا ورجائنا نسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشهر الحرام وقبر نبيك محمد قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن تحب لنا من الخير ما لا يعلم علمه إلى أنت وتصرف عنا من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت ألاهما يا من وحب لسيدنا آدم سيدنا شيسى ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق والرد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا القدر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدنا ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنته سيدنا شهيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر للذنوب وتستر لعيوبنا وتجيرنا من النار وتوجب وتوجب لنا رضوانك وأمانتك وغفرانك وإحسانك وتمتعنا في جنتك ألما مع الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وزاك كل ذي روح هماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا القدر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زلكيف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقول الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من أبيدي قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقدائه وقد قدره وقدره كيف يكون كما ألهمتنا وقديت لنا بجمع هذا الكتاب ويسرت فيه على الطريق والأسباب ونفيت عن قلبنا في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبة حبه حبه عندنا على حب جميع الأقرباء والأحباء نسألك يا الله يا الله أن ترزقنا وكل من أحبه وتبعه شفاهته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيك ولا عتاب وأن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا ويا وهاب يا غفار وأن تنعمنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل منا عملنا وأن تعفو عن أما أهات علمك به من خطيئتنا ونسياننا وزلنا وأن تبلكنا من زيارة قبره وتسليم عليه وعلى صائبه غاية أملنا بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عنا وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات لا يهمن ولا مهات أفضل وأتم وأعم
ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي، وأسألك اللهم بأك ما أقسمت عليه به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، أدنى ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منفجرة والشمس مدعية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن صلى الله عليه وسلم، وأن تصلي عليه وعلى آله وعدد من يصلي عليه، وأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه ما جرى به الكلام بأم الكتاب، وأن تصلي عليه وعلى آله وعدد ما خلقت في سبع سماواتك، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قدر مطر وكل قطرة من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تهية والسلام، اللهم أفردنا لما خلقتنا له، ولا تشقلنا بما تقفلت لنا به، ولا تهرمنا وإنا نسألك، ولا تعذبنا وإنا نستغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى، عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك، فاشفع لنا عندك المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفعه فينا بجائه عندك، وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين منه والواردين عليه، ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه والفرحين به في أرصات القيامة، واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا معونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب. اللهم اجعله مقبلا علينا، ولا تجعله غاضبا علينا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فنسألك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك، وبحق أسمائك المخزونة المخنونة المطهرة التي ثم يطلع علينا أحد من خلفك من خلقك، وبحق اسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فانبعت وعلى السحاب فأمطرت. ونسألك بالأسماء المخطوبة في جبعة سيدنا جبريل عليه السلام، وبالأسماء المخطوبة في جبعة سيدنا إسرافيل عليه السلام، وعلى جميع الملائكة، وأسألك بأسماء المخطوبة حول الأرش وبالأسماء المخطوبة على حول الكرسي، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك، ونسألك بحق أسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك بأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام برحمتك يا رحم الراحمين. ونسألك بأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام. Amin. Masami brabi arafa londama ndibala arafa shama o alafe ko blanzi kono alama akera sanshaba o alafe ko blanzi kono alama akera anya bana ba toyi kalake kahineira o kebato Allahu ko kaye alama akera la bangojuma wa lalegro ala o kanye sija
si nafama si brakama kodama alake kandira nyanye ala oke adebe ibra fili diba ala amila ala utala darla kai blasra nyana maka oke bato allahu ko kanye ala oke am kani furukoro e ala bente furu nyon mambelu ne nyonche ka bendo olu ne nyonche oke bato allahu ko kanye ala makera sangbere ajan a sunu ka blanzi kuno ala oke ala brana na jrabi coronavirus komina ndiba ala kata abone yoromino kara seri koye bikun fayakun koke oke bato allahu ko kanye ala makera aluko koni here kono ndiba ala nini maseko herefo no heredo alukono otenikono ala lolo katmini na aluka ko heresama ko dama ala makera e anye yoromino ni frafin jamana chama abebara nyami ka nyasumado frafin amba jamana ikono oke bato allahu ko kanye ala makera ka nyasumado amba jamana ikono oke anye ala makera e amru irebra bo kana tuana anane fenyine le kama fe herema naforo herema tsama ya jeme naforo ko dama ala makera labango nyuma ko dama ala makera si nafama si brakama ko dama alake anya taba amelu no lu bra wakiyama ka alake ka hina olura ala makera anu melu ira yeko ka me israkara ala oke radio ka baraka radio samatina amerike ka baraka ka moyi berajeni baraka ara mebao mimbre mara mebao ka baraka do ana berajeni ro ala oke aluko koni tana mamifo koko nyoni ko bo arafa lomina kala otaka ko bama nini masoko fo nala o lon katmanuka ko tanama ko nyoni kabanga ala oke wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa bariki ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم آمين يا ربي آمين يا رب آمين آمين يا رب